26 راغب في الترشح يعني تقدموا للسلطة لسحب الاستمارات الاكتتاب، وعدد الاستمارات المسحوبة لحد تاريخ اليوم 2,500,000 استمارة. هذه العملية هذه تاع الاكتتاب ماهيش سهلة، وطلبت يعني تجنيد في الحقيقة يعني إمكانيات تنظيمية وإمكانيات بشرية يعني هائلة لم يسبق يعني تجنيدها من قبل في أي عملية انتخابية. نعطيكم إذن التفاصيل نتاع الموارد البشرية والتنظيمية المجندة في هذا الشأن. أن عدد النقاط التصديق يعني الهياكل اللي تكون فيها مجتمعها يعني اللجان المخصصة للقيام بهذا التصديق، عدد النقاط هذه 4,903 نقطة من بلديات وملحقات بلدية وامتدادات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. فيما يخص عدد الضباط العموميين المجندين في هذه العملية عددهم 10,766 ضابط عمومي. عندنا منهم ضباط الحالة المدنية العدد نتاعهم 10,766، منها 8,099 ضباط الحالة المدنية. قلنا 10,766 ضابط عمومي بصفة عامة، و 8,900 منهم ضباط الحالة المدنية.